يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خالعت المرأة زوجها في مرضه المخوف فهل يقع الخلع وهل ترث منه في هذه الحالة؟ إذا خالعت المرأة زوجها في مرضه المخوف فهل يقع الخلع وهل ترث منه في هذه الحالة؟ وهو لا يقع منه طلاق ولا في هذه الحالة، لكن هي إذا طلبت منه الطلاق أو الخلع وأجابها على رغبتها ما في مانع، لأن الفرقة جاءت من قبلها، جاءت من قبلها. نعم.